بعد هذا ذكر المؤلف باب خطير جدا، أخطر من باب الرياء. ذكر المؤلف باب أخطر من باب الرياء. الرياء المرائي الآن يريد ماذا؟ مدح الناس. هذا لا يريد مدح الناس، يريد ماذا؟ يقول هو يريد الدنيا بعمل الآخرة، أخطر من باب الرياء. لماذا؟ لأنه قد يرائي في صلاة، لكن هذا يصلي إماما بالناس من أجل إيش؟ مكافأة. ولما عندما يتخرج من الجامعة الإسلامية قال والله الجامعة الإسلامية هذه جامعة فيها كعوذ بالله، والله أنا تحملت هذا يعني حسن إن أعطي. كيف نعرف هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ الضابط ما هو؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وزعنا كتب وهذا الأخ ما حصل فيه، قال والله هؤلاء ظلموا، وهو يدرس التوحيد والله ما يصلح يدرس التوحيد، وإن لم يعطى سخط. مفهوم الجامعة الإسلامية قالوا لهذا مفصول، قال لأنكم كذا عيال كذا مثلا، ويكتب في الإنترنت إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. أعطيكم مثال أوضح من هذا. بعض الناس أيام الاختبارات ما شاء الله في الصف الأول لا يسب ولا دخان ولا صور خليعة ولا شيء، صح؟ حتى تخرج النتيجة وبعد خلاص، صح؟ عندما يخطب سعاد الشيخ معان، خطب سعاد وبدأ يزيد في الصلاة في التقوى الصدقات يا رب يسر، حتى وافقت سعاد ثم ترك كل شيء. إن أعطي وإن لم يعطى يريد الدنيا بعمل هو أخلص، لكن كان الإخلاص من أجل الدنيا، صحيح؟ كيف نعرف إن أعطي رضي وإن لم يعطى؟ أخطر من باب الرياء. لماذا؟ لأنه قد يرائي في صلاة واحدة، أما هذا عندما يصلي بالناس من أجل المكافأة، صح؟ كل الصلوات من أجل الدنيا. عينوا الأخ مؤذن وقالوا هذا الشهر وزارة الأوقاف، قالت ما تعطيك المكافأة؟ قال والله ما أذن، إن أعطي رضي وإن لم يعطى انتبه، لا يكون غضبك ورضاك إلا لله. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. طيب الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.